قيل أن فكرة إنشاء المسجد ظهرت مع خطر الحملات الصليبية على الشرق، خاصة الخطر الذي كان يهدد مدينة عسقلان، لأن كان بها مزار يحوي رأس إمام الحسين. مع تقدم الصليبيين للمدينة، كانت رغبة في احتلالها من الصليبيين وتكوين إمارة صليبية فيها. هذا الأمر كان كافيا لإثارة الزار عند المسلمين بشكل عام والخليفة الفاطمي بشكل خاص، فكان لابد من عمل حاسم وسريع لتفادي الأزمة. فكر طلائع بن رزيق في الأمر وعرض على الخليفة الفاس بدين الله اقتراحه بسرعة نقل رأس الحسين إلى القاهرة لحمايته في المقام الأول وتحقيق غرض سياسي وكسب تعاطف الشعب. الخليفة الفاس بدين الله وافق على الفكرة، وأسرع وزيره طلائع بن رزيق بنقل رأس الحسين في موكب فخم حتى وصل القاهرة في تابوت من الفضة، إلا أن رأس الحسين لم يدفن في مسجد طلائع بن رزيق. كتب التاريخ قالت أن بعض أعوان الخليفة الفائز نصحوه بأن الموقف استدعي وجوده في صدارة المشهد وأن يقوم بهذا الدور التاريخي، وفعلا منع الفائز بدين الله وزيره طلائع بن رزيق من دفن رأس الحسين في مسجده، وأمر بدفنه في قصر الفاطمي الكبير في مشهد خاص دخل أحد أبواب القصر والمسمى بباب الديلم، وهو المشهد القائم حاليا. يا ده انا كنت فاكر ان طلعت كان شيء بركه، بس يعني على الاقل كان مفهوم. هو مش الجامعه ده كان بين الناس صحيح؟ اه، علشان كده بقى احنا قررنا نشوف يكون ايه السبب. احنا جبنا الخطه العمرانيه بتاعته وقلنا نشوفه مع بعض. بص معايا كده. فعلا صحيح. اهم حاجه في الجامع ده انه كان مسمى بالجامع المعلق، عشان ساعه ما اتبنى سنه 1160 كان مرفوع عن الشارع بكامله، عشان كان في محلات تحت الناس بتشتري منها، وكمان كمان وسط الناس. بس كان وسط الناس ده كمان كان المفروض يبقى عليه اقبال كبير بسبب عدد المحلات الكبيره اللي تحت. بالظبط، وكمان المنخل بتاعه كان كبير وعليه زخارف من خط الكوفي وايه قرانيه وكده. اللي عجبني كمان انت ممكن تلاحظ عظمه الفن الاسلامي من خلال تصميم الشبابيك والزخارف الموجوده على الجامع. غير كده الجامع ده كان كبير قوي، 1450 متر مربع، وفي كورت يارد وكمان كيل ارش. بس غير كل ده غريب جدا بقى، مفيهوش ولا مأذنة ولا قبة، مع ان كل مساجد التانية فيها مأذنة معينة متميزة، لك اشمعنى ده بقى؟ يمكن عشان مكانه. انت لو لاحظت هتلاقي الجامع لازق جدا في باب زويلة، يعني لو حصلت اي مشكلة عسكرية وحد حاول يحتل القاهرة هيحصل زي ما حصل ساعة قلعة محمد علي ومسجد السلطان حسن، واللي هيحاول يحتل القاهرة هيعدي من الجامع بسهولة على باب زويلة ويسيطر على القاهرة بسرعة جدا. عشان كده الصراحة ترى اقل كلهم هم جدا، اكتر حاجة ندم عليها انه بنى الجامع ده في وش باب زويلة. انت طلع ان فعلا في مأذنه في الوقت محدش عارفه، بس وقع وحاول يبني واحده تانية مكانها في الوقت بتاعنا ده، بس ما كانتش نافعه. ده ملعون ملعون يعني. والله بس صعبان علينا الناس، بيقولوا صعبان علينا المأذنه، صعبان علينا الناس بتوع المحلات اللي في المسدوة ولا اكل عيش، وفي الاخر اتقفل بسبب ان المسجد كان بيجيله 10 زباين على بعض. طبعا يا جماعه احنا درسنا الشكل الهندسي للجامع، انا مش شايف اي سبب معانا المأذنه من هنا. احنا جامع حلو زي ده ما اتصابش فيه لمده 100 سنه. يمكن المشكله في الجامع نفسه او الوقت اللي اتبنى فيه. بما انه اتبنى طبعا سنه 1160، ده معناه انه اخر حاجه اتبناها في عصر الفاطميين، واحنا عارفين طبعا ان في اخر السنين بتاع الفاطميين كانوا ضايعين خالص. بالظبط. كمان كان في مجاعه اللي هي قعدت حوالي 7 سنين، دي ساعه ما الناس كانوا بياكلوا كلاب ولحم حمير باين. حمير للدرجه دي؟ لا، ومش بس حمير كمان، الكلابيات كمان البلدانيين اللي مش قادرين. حتى تخيل كده ان انت رايح تجيب عيش من فرن يوم الفران لوحدك تتعشى بيك. مين اللي بيقول لك انا مش مقتنع بحوار المجاعه؟ طب ما الملك احمد بن طولون ما عملش نص الكلام ده ومع ذلك الجامع بتاعه اقل مرض.
لا ما تنساش برضه ان الصهاينة بدأوا يرخموا على الناس ساعتها، ده مش بس خدوا القدس، ده حاصروا الناس هناك كمان وقتلوا حوالي 70,000 هناك منها. المشكلة كمان ان الحكماء كانوا ضعفاء وكانوا عمالين يشقلبوا الدنيا كلها، وكمان الخلفاء لما كانوا بيتعينوا كان الوزراء بتاعهم بيموتوهم، كأنك بتتفرج عليهم في موز بالظبط. مش كده الصهاينة كانوا قادرين يسيطروا عليهم بسهولة لحد ما جه الملك صلاح الدين الأيوب. بصراحة كده الموضوع شكله أكتر مرتبط ببعض، تحس إن في رمزية كده، الجامعة مش بيتصلى فيها، والمحلات ما ظهرتش، والمآذن قاعدة بتقع، والدنيا بايظة خالص، يعني فعلا الموضوع ده هم رعوه. بعد كل الجامعة اللي احنا شفناها دي، أكيد في قصة تانية. ما علينا، وإيه حكاية سيارة سيدنا الحسين اللي اتدفنت هنا؟ دلوقتي آخر كام حاكم فاطمي كانوا حرفيا شبه عيال. زي ما احنا شفنا كده كانوا هما بيمسكوا الحكم بس الوزراء هما اللي بيحكموا فعليا. لما كان الخليفة الفائز بنصر الله ماسك الحكم، جه الوزير صالح طلائع وقال لك بس دي فرصتي، وعرض الجامع على الفائز بنصر الله. وقعد الصالح يبني فيه سنة كاملة لحد ما خلص، وهو لسه بيخلص الجامع الفائز بنصر الله حصلت معاه مشكلة. بعدين بقى الصالح طلع عرف خلص الجامع بتاعه وانا ما بطلش وابني بيت حالي. ما تقلقش انا رحت للشيخ خديجة المغربية وهي هتبقى لنا حتة العمل اللي خلصنا المشوار ده كله، وكمان شفت لك عمل الجانب الحبيب بتاعك. حلو قوي. وبعدين احنا كمان لو عرفنا نخلي الفائز يدفن راس سيدنا الصالح هناك في الجامع هنلعب بيه جامع الصالح ومحدش يحبه ومحدش يحب يصلي فيه. تمام قوي، يلا بينا. قول عامل نزومه تاني. عامل ايه يا مولانا؟ يلا يا مولانا. امور بص يا مولانا، احنا لقيناك حل. في شيخ الشيخ قال ان عيد في ناصر حسين في الجامع بتاعه يحكم 100 سنه. شوف انت بقى مولانا هتعمل ايه ب 100 سنه ولا حضرتك تخرب الدنيا يا مولانا؟ الصراحه طلع عايز يتلعب الجامع بتاعه. يا ابني افهم، اتفقنا انت بدل ما يتفقنا هو عشان تفضل تحكم 100 سنه، وانا عندي مهندس شاطر هخلصها لك اقرب وقت. الصلاه طلعنا في الصلاه طلع كده كده ابني مسجد، يعني عامل خير، يعني ورا ومسكت في مين؟ دماغك الشمال دي عجباني، تمام انا موافق. اتكل على الله. شكرا. مع السلامه. حلو قوي، احنا كده خلصنا من الصالح طلع، هنعمل ايه بالفائز بنصر الله؟ الفائز خلاص بيلعب اخر ماتش هو في حياته، وانا حطيت له سامي في الاكل. 100 100، يلا بينا. يلا. بس وبكده صالح طلائع لا مره واحده الفائز بغير رايه فمات. بعديها العضد مسك وصالح طلائع لا خد ولا حق ولا بط. بص انا الحلم انا كده لحد دلوقتي ما كنتش مصدق الموضوع ده، بس لحد ما انت جيت قلت لي على ام الخديجه المغربيه الست دي وهي لسه موجوده لحد دلوقتي مخباها. بص هو كل الموضوع شايف ان كل الموضوع كله مترابط ببعضه، بالذات ان انا ما كنتش بتصادف فيه في عصر عز الدين عيبك، وكمان ان احنا ايه اللعنة اتفكت بعدينا وهدمنا التتار وانتصرنا عليهم، فخلاص بقى مسجد عادي. والله يا جماعه الجامع ده مليان من ساسه بلوس. فعلا جامع الصالح طلائع اسطوره خدتنا من عظمه الفن المعماري الاسلامي لتاريخ دوله ولحكايات واساطير تخليك تفكر فعلا في اصل كل حاجه. ده واحد من المساجد الكتير اللي في بلدنا. تخيل بقى في كام قصة وكام حكاية ممكن نكشفها عن تاريخنا.